شهيد علوش مرسي سنتر شهيد رجع لكم بأقوى مجلة مصر مجلة كارنفال عروض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معكم مؤدهم من قناة ادهم كل حياتي. لو اول مرة تخش القناة دوسي على المربع الاحمر وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله النهاردة هنعمل الفطير المشلتت. معايا نص كيلو دي اهو، هنحط عليه رشة ملح. وهنعجن بمية دافية. بتحطلوش خميرة، بس ايه اهم حاجة تسيبيه يستريح. كل ما العجينة تستريح كل ما يكون سهل معاك في الفرد. مية دافية عشان الجو ساقع، احنا دلوقتي في طوبة. جيبي من تحت كده عشان الدقيق اللي تحت عادي تتعجن عادي. اهم حاجة تستريح. نعمل على وشها شوية زيت. نحطها في كيس بلاستيك ونسيبها بقى تستمر. دلوقتي هنجيب أول واحدة هنفرد هنفرد بزيت عشان يبقى سهل معانا، وبعدين نحط السمنة. هنفرد فيها كده وبعدين هناخد السمنة، سمنة بلدي. وبعد ما فردناها كده هنجيب الاتنين التانيين وهنطبق برضه عليهم. Thank you.
كده. نسيبها تستريح شوية وبعدين نحطها في الصينية. هنلمها كده ونرجع على الصينية. بعد الفطير يا حبايبي بعد ما خلص اهو مقرمش. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.